صباح الخير عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير، تكون صحتكم غايه، تكون لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، غادي ندير لكم واحد الكاطو بنين اقتصادي في متناول الجميع. نوضي يا مدام، نوضي قرفت على يديك ونوضي ديري هذا الكاطو، راه اقتصادي وبنين بنين للقهوه. نبداو في اول المقادير، نبداو بالمقادير تاعنا. عندنا كاس زيت، كاس سكر، زوج مغارف كوكاو، زوج مغارف تاع دهان، عندنا زوج بيضات، بيضه كامله زائد بياض بيضه، بيضه كامله زائد بياض بيضه، عندنا ملعقه تاع مبشور ليمون، عندنا فرفاره، وطبعا عندنا مربى البرتقال للتزيين. نبدو في التحضيرات تاعنا. اذا نبدو بالتحضيرات تاعنا. عندنا كاس سكر مع كاس زيت، وزيدوا زوج مغارف تاع دهان، نخلطوا الكل بالباتور حتى نحصل على كريمه بيضاء. نخلطوا ونولي لكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا ها هو الخليط تاعنا، ولا ابيض ولا الكريمه كما راكم تشوفوا. ها كما راكم تشوفوا هنا ندير زوج بيضات، عفوا بيضه كامله زائد بياض بيضه، ونديروا الكوكاو تاعنا زائد مبشور الليمون زائد مغرف صغيره فرفاره، نخلطوا الكل مع بعض ونولي لكم. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما خلطنا الكل مع بعض، هنا نقعد نضيف الفرينه زائد وحده فرفاره، انتما تقولوا خميره كيميائيه، حنا نقولوا لها فرفاره، ونخلطوا ونقعد نضيف الفرينه حتى نحصل على عجينه طريه، الفرينه حتى نحصل على عجينه طريه كما تشوفوا. نولي لكم بعد ما نحصل على عجينه طريه تاعنا. كوكو البنات، راني وليت لكم ها كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما تحصلنا على عجينه طريه كما راكم تشوفوا، عجينة تاعنا تكون طريه، نخلوها هنا ترتاح لمده 5 دقائق، نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها تريح. نولي لكم بعد ما تريح باش نشكلوها على شكل كويرات، ونطيبوها على درجه حراره 180 درجه الى ذلك الملتقى، نخلوها تريح ونولي لكم. كوكو البنات، راني وليت لكم بعد ما ريحت العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، نديرها على شكل كويرات هكا، ونديروها في الصني تاعنا اللي تكون رمدناه بالفرينه هكا. ثاني ناخذ بالحبه، كل البنات راني وليت لكم كما راكم تشوفوا، بعد ما شكلت كاع الكاطو تاعي على شكل كويرات كما راكم تشوفوا، دير لي 50 حبه. هنايا غادي ندخلوه للفرن يطيب من 5 دقائق حتى 7 دقائق كما كنت تسمعوا فيا، يطيب من 5 دقائق حتى 7 دقائق. بعد نخرجوه من الفرن، بعد ما يطيب لمده 7 دقائق نخرجوه من الفرن ونديروه، نديروا له هكا كتشوف انا عندي هذه لالوش تاع اللوح، نديرو لها هكا تقبه في الوسط، كل ما كي نخرجوه من الفرن نديرو لها في الوسط تقبه باش نعمروه بالمربى تاع البرتقال. ندخلها يطيب لمده 7 دقائق ونولي لكم سيداتي حبيبي حبوباتي. كيما راكم تشوفوا هنايا طاب نص طياب، هنا بناخذ كما اللي عندها اي حاجه مهم باش نتقبل الحبه، انا عندي هذه لالوش، نديرو كيما هاك كما راكم تشوفوا هكا الحبه تاعنا. نكملوا كاع البلا تاعنا، نديروه يطيب نعاود نولي لكم. كما راكم تشوفوا كملنا كاع الحبات تاعنا، هنا نردوه يطيبوا، كي يطيب نديروا في الثقبه كما راكم تشوفوا هنايا، نديروا المربى تاع المشمش، ندخلوه يطيب ونولي لكم بعد ما يطيب حبوباتي.
كيما راكو تشوفو الحبة تاعنا ها طابت هنا نقضبو. كي راكو تشوفو هنا عندنا مربى البرتقال، نعمرو الحبة بالمربى كيما راكو تشوفو هاكا. قاطو ساهل ماهل، ما فيهش مقادير بزاف، اقتصادي مليح للقهوة تاع الحشية، قهوة تاع الصباح. كيما راكو تشوفو بعد ما كملت التزيين تاع الكاطو تاعنا، غادي نزيد ندري من فوق سكر كلاص كيما راكو تشوفو هكا. ديروا فوق السكر كلاص، كل وحده والتزيين تاعها، كل وحده كي تبغي تزينه. انا درت لها هكا سكر، يجي بنين يا البنات، يجي حشيش طري تاع قهوه ولا تاع ضيف تاع غفله كما راكو تشوفوا. هي كما راكم تشوفوا هنا النتيجه النهائيه تاع الكاطو تاعنا. نقص الحبه قدامكم تشوفوا، يجي هشيش بزاف ومذاق تاعه شباب بزاف كما راكم تشوفوا، يجي مشقق يجي بنين. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش بلي جيم وكومونتير شباب، ونقول لكم نموت عليكم نموت عليكم نموت عليكم. ونوضي يا مدام، نوضي قفط على يديك ونوضي ديري هذا الكاطو، والله لبنين وفي متناول الجميع، اقتصادي اقتصادي اقتصادي. وان شاء الله تلاقوا في فيديو اخر. الى ذلك الحين نقول لكم الى اللقاء، باي باي.